بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أحبائي حبيباتي، إن شاء الله يكون نهاركم مليح، إن شاء الله نلقاكم في صحة جيدة دائما بحول الله. أشكركم كلكم وأشكر كل من دخل على قناتي وخلى لي بسمة وشكر قناتي. أشكركم جميعا ذكورا وإناثا، ما شاء الله عليكم، إن شاء الله ما خيبش ظنكم ونقدم لكم المزيد والمزيد. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحدة الوصفة سهلة مهلة للنساء العاملات وللبنات اللي يقراوا في الجامعة ولينا كاملين. وصفة هايلة، غراتا دو بوم دو تير افيك دي كورجيت غريي، هايلة وبالذوق تاعها هايل. هنا نبداو نحمروا الكورجيت، القرعة الخضراء كما يعني نعيطوها، نحمروها في شوية زيت زيتون ولا زيت عادي كما هكذا على نار عالية باش ما تطلقناش الماء تاعها. ومن جهة واحدة اخرى راني نقلي في ليفخيت، قطعت لي بوم دو تير دي بتي دي كما كيما راكم تشوفوا حباباتي، ونقليها نعطيها لون ذهبي، ما خليهاش تحمر، لون ذهبي برك، ونحيها دو كوتي. فوالا كيما راكم تشوفوا حباباتي، بكم نتوما راكم تعطوني في الاراده ونقدم لكم المزيد والمزيد والمزيد ان شاء الله. هنا وسي راح نحمر بصله قطعتها كيما راكم تشوفوا جوانح، وراح نحمرها في شويه زيت نعطيوها لون وسي كاراميليزي. يا اخي البصله كي ديري لها كيما هكا كاراميليزيها تعطي لها لون، تعطيك ذوق شويه حلو. احنا رايحين نديرو سكري سالي، تعطيك واحد الذوق هايل، والبصله هي تبنن الاطباق كيما راكم تشوفوا. نعطيوها لون كيما هذا، فوالا كيما راكم تشوفوا حباباتي. ما تنساونيش بالجيم، واللي اول مره تشوف قناتي تشترك وتخلي لي امتي ميساج امتي كومنتير زين. وسمحوا لي راني حاولت نجاوب على كل التعليقات، لكن كنت اليوم مشغوله شويه بهذه الوصفه اللي راني نقدم لكم فيها. نقعد برب ان شاء الله نجاوب الناس كاملين اللي كومنتاو لي واللي حطوا لي تعليقات زوينه، ما تقلقوش برك. هنا جبت عندي نصف صدر تاع دجاج، وسي نزيد نحمرو على نار عاليه، نزيد شويه تاع الملح وشويه فلفل اسود ماشي بزاف، القليان يا اخي قاع يحبوه الناس. ثم احنا رانا طيبنا دوك الخضروات تاعنا كاملين، زدنا طيبنا الدجاج، فوالا نعطيوه لون ثاني كيما هكا، ما نحمروهش بزاف باش ما يبسش. دركا نجيو للمونتاج، انا عندي هنا اربع بيضات، ندير لهم شويه تاع الملح وشويه فلفل اسود، ندير لها شويه تاع الثوم بودره، اللي ما عندوش ثوم بودره يدير ثوم طازج، شويه معدن وسوسي، انا عندي سيشي، انتم اللي عندكم لفخي ديروا لفخي. ونزيد هنا عندي كاس كريم فريش سائله، تقدروا تعوضوها بالحليب ولا بالياغورت ناتيور. نخلطوهم مليح، نزيد هنا شويه فرماج غابي، نعاودو نخلطو مليح الخليط تاعنا باش يندمجو كل المكونات. نجيبو البلات تاعنا اللي يروح للفوق، نديرو اون كوش تاع لي بون دو تير لي فخيت اللي قليناها، الكوش الاولى نجيو نملحوها غير شويه ماشي بزاف،
ونديرو لا دوزيام كوش، نديرو الكورجيت تاعنا اللي حمرناها قبيلات. نتمنى من المشتركين الجدد ان شاء الله يقعدوا وفيات لقناتي، ورايحين تشوفوا ان شاء الله وصفات تعجبكم رمضان ان شاء الله اللي جاي. راح ندير مجهودي وندير لكم وصفات هايله بحول الله. نزيدوا الدجاج تاعنا كيما راكم تشوفوا، نوزعوه على كامل الليمون، يجي واحد الكراتان، واحد الكراتان هايل. ونجيبوا دركا البصل تاعنا اللي حمرناه في الزيت، شوفوا لا كولور الشابه اللي داها كيما هكا، نديروه على السطح باش البنه تاعو، ومن بعد كي نديروه في الفوق تهبط للخضر اللي تحت كاملين كاملين يتنكهوا بالبوت تاع البصل. نسقمو مليح، نسوي السطح تاعو كيما هكا، نجيبو الخليط تاعنا اللي خلطناه قبيل ونجيو نكبوه على السطح كيما هكذا، ومش لازم يتغطى، ليسونسييل باش الكراتان تاعنا ما يجيناش شاعت كيما نقولو، ما يجيش يابس، باش يجينا طري ويجينا بنين. ومام طون هنا عندي هنا لو فرماج تاع لومبورغر، هذه ليدي هذه اختياريه، تحبوا ديروه كيما راهو برك وديروا له طرونش دي طوماط تدخلوه للفرن بلا ما ديروا له لو فرماج دومبورغر. انا كي راهو عندي في الفريغو وقلت على شله، فوالا نغطيه كامل بالفرماج كيما هكا، وزيد عليه الوكوش بعد نجيب دي طرونش دي طوماط ونزين بهم المول تاعي الكراتا تاعنا. نزيدو عليه شويه تاع معدنوس، نزينوه بشويه معدنوس، تحبوا تزينوه بلا دي طرونش تاع الزيتون. وهنا انا زدت له عندي الفلفل الاحمر الحلو غريي، زدت له دي طرونش تاع دي بوابون. نتمنى ان شاء الله الوصفه عجبتكم وتجربوها ترجعوا لي خبر، ما تنساونيش بلي جيم والبارطاج مع اصدقائكم في الفيسبوك وفي الانستغرام، وما تنساوش ابوني، وما نقول لكم سلام عليكم ابيانتو ان شاء الله في وصفه اخرى بحول الله.